كوكو زينات، صافا؟ كي بقيتو؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي على خير وكلشي بخير. مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي. كنتمنى تكونوا دوزتوا نهاراتكم زوينين. وبغيت نقول لكم شكرا بزاف لي كومونتير ديالكم، لي ميساج ديالكم. صراحه كلشي كيوصلني، كلشي كنشوفو. المهم دابا اختي لقيتوني عرفتو ملي فقت هاد النهار، ملي حليت عينيا وانا خدامه بعدا فقت وقديت شغلاتي وداكشي. ديت ولدي الفاكسان، كان عنده اليوم الفاكسان ديال العام، حيت ما كتبش ليه داك النهار انه يديرو، يعني فاش كمل عام كان عنده لانيفيرسير ما درتهولوش. من بعد جاتو السخانه، من بعد جا الرواح، من بعد سافرنا، من بعد جينا، فما كتبش كاع داك الفاكسان يوم عاد كتب. درت ليه القويلبات ودابا كنشوف ما عرفت الا جاتو السخانه عاد نزيدو. المهم حد الان راه مزيان وحسنا ليه اختي. دابا نوريكم غليل، راه ما كاينش معايا دابا، راه في الدار. حيت داك الشعر كله اللي كان عنده راه ملي تزاد هو عنده الشعر هنا، اما الجناب راه حيدته منو شحال هادي. الشعر الفوق ملي تزاد هو عنده، ما عمرني ما حيدته له، ولكن دابا مع الصهد بدا كيعرق ليه، كيف زاد لدرجه الشعر كله كيولي فازك. صافي وحيدناه ليه، ماشي حيدنا ليه بزاف، ولكن المهم شويه هكا باينه، باينه التحسينه. ولا داير بحال عمر نيشان، فوتوكوبي ديال عمر. دايره ميكاب وراني والله الا عراقيت عراقيت عراقيت. شوف وجهي، درت مكياج و باش كنلبس لكم كسيوات اللي جبت وكنصورهم لكم. عرفتو عييت، ولكن راه نتوما اللي في يوتيوب خاصكم تشوفوا، دونك حتى نتوما خاصني نبارطاجي معكم الكسيوات. واش طبا هادي كي بغيت ندير عاوتاني نوض نلبس اختي من الاول ولا شنو هاد الشيء؟ والله الا البنات الا راه زعما والله ما قادره. ملي فقت قسما بالله، الا ملي فقت من 11 وانا واقفه على رجليا، من 11 وانا واقفه دير هادي دير هادي، مشيت الفاكسان، جيت وجدت الفطور، فطرت غالي، ما عندوش الخاطر، ما عندوش الكانا، جلست كنقابلو الى اخره. المهم جات له اختي قلت لها ديه معاك، وجلست باش نخدم. راكم عارفين راه ربعه ديال نشوف خمسه ديال لي موديل، وكل موديل فيه ربعه. تخيلوا خمسه وكل موديل فيه ربعه، راه تخيلي كتلبسي بالبياسه 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 بالبياسه. ومن بعد حيت وعاوتاني كنت كندير دي فيديو بياسه 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 باتور فريمون عييت وكرهت شي حاجه سميتها التقياس. ولكن دابا غادي نديكم ونبارطاجي معكم لي موديل اللي كاينين. ولا بغيتو تشوفوهم هكا ملبوسين، ولا بغيتو تشوفو انا نشوف، نقدر نحطهم لكم هنايا على شكل ريل، نقدر نحطهم لكم هنايا باش تشوفوهم. ولا بغيتو تشوفوهم ملبوسين اولا، دخلوا الانستغرام ديالي اللي هو بوتيك صفاء بيوتي. مرحبا بكم على الراسونين، ثمن زوين مناسب، دايره لكم برومو زوينه الصراحه، دايره لكم هميزه زوينه. مرحبا بكم سورتو اول كوليكسيون باش نوريكم. المهم الا بغيتو تشوفوهم هكا ملبوسين، انا نقدر نحط لكم هكا ريل جي طويل مصوراهم، حيت ما بقيتش قادره اختي نزيد نلبس، والله ما بقيت قادره. المهم نتوما دخلوا لاباج ديالي ديال الانستغرام بوتيك صفاء بيوتي، مرحبا بكم، دخلوا وشوفوا لي زارتيكل واي حاجه بغيتوها. مرحبا، لا ليفغيزون بارتو او ماروك، ماشي انترناسيونال، دونك غير في المغرب البنات. ليفغيزون كاينه في المغرب، توصلك حتى للدار ديالك. دايره لكم ثمن زوين، غادي يكون عندك شي زوين. وان شاء الله غير اون فوا نسالي بهاد لا كوليكسيون هادي نجيب لكم حويجات اخرين. راه قلت لكم دخلوا لاباج ديال بوتيك صفاء بيوتي وكتبوا لي كاع داكشي اللي غتبغوني نجيب، يعني كتبوا لي داكشي كامل اللي بغوت اللي بغيتوني نجيب لكم كتبوه لي، وانا عاوتاني غير نسالي بهاد لا كوليكسيون نجيب لكم حاجه اخرى ان شاء الله. ويلا معايا باش نشوفوا اش كاين. اول حاجه كما قلت لكم كاينين خمسه، هاد الشكل الاخر اللي مضوبل، هاد الشكل الثاني هو اللي مضوبل. دونك انا نوريكم مثلا هاد الموديل هذا، فوالا شوفوا لي البنات هاد الموديل كيفاش داير. ها هو كيجي هكا، عرفتوا ثوب بارد. بالنسبه للثوب البنات راه فريمون ثوب بارد بزاف، ولا طوندونس صيفات كسيوات بالصيفات. ها هي فوالا، وحاولت اني نهرب لكم من داكشي ديال الورد 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 الورد. عرفتوا داخلين الموم وليت كنشوف، وليت كنشوف في 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 المحلات وداكشي الورد 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 الورد، تجيك الدوخه بالورد. والاثمنه 350 زائد ليفغيزون، 250 زائد ليفغيزون، عرفتوا راه شوفي كل واحد بيان سور يبيع بالثمن اللي 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 مسلكو وعلى حسب باش خدا، فهمتوا؟ ولكن راه بزاف، راه داك الورد راه ما تقدريش تشوفي في الكسوه، تشوفي بها تجيك الدوخه، التنويم المغناطيسي هو هذاك. المهم اختي انا خديت لكم هذا هذا الموديل هذا، كيجي غزال البنات. هاد الكسيوات صالحين الحجابيات واللي بلا حجاب اللي بغيتو. انا اكيد اي موديل غندي لكم منه اختي، اي موديل غناخد لكم منه حاجه حاجه، ولكن تختارون نتوما نتوما الوالو. المهم اختي كاين هاد لا كولور،
كاين فلوفير، هادو راهم بالجويبات، عرفيهم بالجويبات. عرفتوا البنات نقول لكم واحد الحاجه، هاد الجويبات اللي كاينين هنايا فاش كتلبسوا كسو كيبان عندكم بحال لي اونش، وهو راه القلب كاين في الجويبات، فهمتوا؟ المهم اختي عندكم هاد الموديل، هادو حد هادو كلهم فيهم هاد فيهم هاد العيبه هادي اللي قلت لكم. المهم كاين الخضر، كاين لورانج، وكاين مزرق. هانتوما شوفوا، وهادو فاش تلبسوهم راه تقدري ديري مثلا هاد الغوص، تقدري ديري سويك في الغوص، سويك في ولا صنداله في الابيض، يعني على حساب سويك وصنداله، يعني تقدري ديريهم في الغوص، في الباش، في الابيض، فهمتي؟ اللي بغيتي في البلوسيل الى اخره، على حسب داكشي واشنو الالوان اللي فيها، يعني غيتمشاو لك مع بزاف ديال الحوايج، ماشي غير حاجه. بالنسبه لهاد لو موديل البنات فيه غير هادشي، هادشي اللي وريتكم هو اللي كاين، يعني حبه 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 حبه، اربعه ديال الحبات هما اللي كاينين ديسبو. اجي نوريكم اختي هاد لو موديل هذا عاوتاني تيجي بوحديتو اختي، شوفي ليا هذا ومبرد. البنات اللي تاي تجيهم الحراره، والبنات اللي كيصهدوا بزاف بحالي انا، بعدا كنصهد بزاف ما يمكنش الصهده اللي كنصهدها في الصيف. شوفوا راه شعري فازك كيقطر، راه شعري فازك كيقطر. المهم اختي كاين هاد الموديل هذا عاوتاني، شوفي ليا، حاولت كيف ما قلت لكم اني نهرب ليكم من داكشي شارجي بزاف. هذا كيجي سامبل وفي نفس الوقت داخل فيه هكا داك لورونج زويون، تقدروا ديروا دي سونطال في الاورانج، سويك في الاورانج، غادي تجي غزاله البيزا. دونك فوالا، فيه الغوز هانت اختي على الغويز عاوتاني، صنديله في الغوز وسويك في الغوز، وهانت يا اختي لابسه مهنيه. فوالا كاين نوار، ها انت اختي شوفي لي عاوتاني كحل حاجه اخرى، انا جادور، شوفي لي اختي. ولكن تعمدت ان نجيب لكم لي كولور حيت اختي الصيف دابا، شوفوا شكون كتهضر لكم على الالوان اختي، راه الصيف خصكم تلبسوا الالوان، حتى انا وليت كنلبس معكم الالوان، راه من قبل ما نبدا هذا البروجي وبديت كنلبس الالوان، كنت كنشري كتيبات فيهم الالوانات. لحقاش اختي الصيف ديال لي كولور سالينا، الصيف ديال الالوان، لبسي اختي الالوان مع راساتك، البرد كنقيلو مغلفين اختي بالمونطويات والكبابط، دابا اختي الصيف لبسي مع راساتك. وكيف ما قلت لكم هادو راهم بالجويبات، ها نتوما راه صديفات هنايا، هنايا كاين صديفات وفيهم الجياب، ها هما البنات الجياب، ها شفتو راه بالجويبات ديالهم. فوالا حتى هذا فيه اربعه ديال البياسات، صافي كل كولور فيه حبه، كل كولور فيه حبه. رانا لهذا عشاق النيود، البنات اللي كيبغيو لي كولور نيود. فوالا جبت لكم هاد لارتيكل عاوتاني، شوفوا كي داير، انا حماقيت عليه، انا حمقوني صراحه كامله، قلت لكم غناخذ لكم حبه 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 من الحاجه، انا ماشي صوبي. المهم ها انتم حتى هذا بالجويبات والثوب بارد، اللي انسيستيت عليه فاش جيت نكوموندي هو انه يكون ثوب بارد ديال هاد الوقت، ماشي داك. شوفوا كاينين بحال هادو مازال ما شفتش انا هاد الديزاين، ولكن المهم كاينين، ولكن فاش كتمشي تقيسي الثوب كتلقاي الثوب داير بحال الباش، الثوب ديال الباش، فهمتوا؟ واحد الثوب كيكون في شكل مزموت مزموت وداير بحال الباش، هذاك اختي حاولت انني نتهرب منه قدر الامكان، واخا هو اللي كاين دابا في السوق بزاف 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 كاين في السوق، ولكن اختي اللهم ناخذ حاجه زوينه سلعه زوينه ولا حاجه خايبه. المهم ها نتوما كاينه هاد لاكولور، كاينه هادي اختي، شوفي لي هادي عاوتاني عالم اخر، شوفي تقدري ديري معاها سويك في النوار صوندار في النوار، اولا سويك في هاد لا كولور وصوندار في هاد لا كولور، ما عادش هذا البيج، البيج البنات البيج البلاج، شوفوا البلاج انا عاوتاني البيج ولا بلون كاسي. فوالا هانتوما شفتوا اختي راه تهليت فيكم، جبت لكم داكشي مزيون، سيد الالوان ملك الالوان. شوفوا ليا شوفوا ليا شوفوا ليا اختي على الكحل، انا ثاني على النوار، انا صراحه باغا ندير لكم هادي ولكن فيها بياسه، دابا المشكله فيها بياسه. البنات باش تشوفوهم ملبوسين دخلوا لاباج، الله يرحم لك الوالدين، دخلي صفاء بوتيك صفاء بيوتي، ان شاء الله دابا يولي بوتيك، ان شاء الله دابا راه حنا في البيت ديال غالي، ولكن من بعد ان شاء الله غادي يولي بوتيك ان شاء الله يا ربي، الله يسهل عليا والله يسهل عليكم. قولي امين، قولي اختي امين، قولي امين، ما كتعرفيش بيبان الجنه فوقاش محلولين، الله يسهل عليكم، الله يفتح لكم بيبان الخير يا ربي، الله يسهل علينا جميعا، اللي قلبو زوين واللي نيتو صافيه واللي كيبغي الخير للناس، ربي غادي ييسر له طريقه من حيث لا يحتسب. صافي اختي كيف ما قلت لكم هذا كولور اللي جايه فيها جوج، هذا اللون هذا جاي فيه جوج، شفتوا البنات
هذا كاين فيه جوج صافي. اخر موديل هو هذا، ها هو البنات عاوتاني هذيك السيوات تا هما كيجيو فنين فنين. هادو البنات راه كتلقيهم 250 350 والله. انا راني كنشوف في السوق وكنقلب كنشوف لي باج كنشوف شوفي، وكاين مرخص كاع ولكن كيكون ثوبهم ضعيف بزاف وثوبهم ثوب الباش وكيبينوا. باش نقول لكم اللي كاين دابا، انا راني بديت دخلت في الدومين راني تنقول لكم داكشي اللي كاين. المهم ها نتوما كاينه هذا الشكل، كيجيو في ليديدات بحال هكا فيهم داك فهمتي، كيجيو مزيرين باش الا كنتي دايره الحجاب تهبطيهم، كنتي ما دايراش طلعيهم في حد ما وصلتيهم كيبقاو شادين فهمتوا. ها نتوما بحال هكا. ملي هنا اختاريت ان يكونوا سامبل فهاد لا بارتي هادي يكونوا هكا سامبل، ومن التحت اللي كاين داك هذا الزواق الوريضات خفافين من التحت شفتوا. كاين فيها الخضر، فيها الخضر البنات ها نتوما ها هو كاين الخضر كاين الاورانج فوالا الاورانج في ديال الاورانج عاوتاني شي حاجه كاين الغوز شوفي انا اللون اللي هزيتو تنقول لكم شي حاجه عاتوا كيف فنين فنين. كاين الغوز صافي. بالنسبه للبنات لهذا الموديل هذا اللي وريتكم فيه جوج من الحاجه بحال دابا الزرق ها هو جوج، الغوز ها هو جوج، الاورانج ها هو جوج، واش فهمتوا فيه جوج 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 من الحاجه. المهم انا وريتكم لي زارتيكل نقدر نحطهم لكم من بعد من البوسين باش تشوفوهم، سينو الا كان ما حطيتهمش دخلوا لاباج في انستغرام بوتيك صفا بيوتي. مرحبا بكم البنات على الراس والعين، وشكرا لمساجاتكم، شكرا لاي حاجه كتصيفطوها ليا، كتصيفطوا ليا مثلا كسيوات جداد، كتصيفطوا شحال من حاجه. انا اختاريت اني نجيب لكم الكساوي دابا حيت هما اللي كيتمشاو لا بلوبار، يعني البنات كيلبسوا اختي الصيف ما كتقدريش على سروال جين، انا بعدا ما تنقدرش على سروال جين الصيف، انا تنهضر على راسي قليل فاش تشوفوني لابسه الجين. لا بلوبار كسيوات، كسيوات اختي كتلبسي كسيوه وكتخرجي صافي شويرط ولا شي كولون، كتلبسي كسيوه وكتمي خارجه مرتاحه اختي، ان الصاد ما كيقدرش الانسان انه يلبس وزير على راسو. وكيف ما قلت لكم كاين اشكالات اخرين، انا اختاريت اني نجيب لكم كسيوات حيت كيف ما قلت لكم كيكونوا زوينين وكيلبسوهم البنات بزاف فهاد لابيريود هادي. ايوا دابا كان على عندكم اي حاجه بغيتوني نجيبها ليكم شي حاجه فهمتوا صيفطوا ليا في لاباج ديال بوتيك صفا بيوتي، صيفطوا ليا لي ميساج وغادي نشوفهم. خاصني يلا كنشوف هكا مثلا شي بنيته اللي غادي تقابليا لاباج، لان صعيب ما بين خدمتي الاولى وما بين الدار وما بين لاباج ولاباج والروينه ولي كولاب وهذا، فصعيب انا نجمع ما بين هادشي كله. ولكن انا غاده يلا غادي نشوف شهورا، يلا كنشوف هنا وكنشوف هنا وكنشوف هنا وشويه بشويه ان شاء الله. يا ربي يا ربي اللهم يسر. انا بديت هذا الشيء بنيه صافيه، بديت هذا الشيء زعما توكلت على الله وبديت، وربي غادي يسر من عنده ان شاء الله يا رب. الله يسر لكم كاملين. Thank you.
شوفوا البنات دابا اختي المهم راني بارطاجت معكم كلشي دابا غندوز نوجد عرفتوا علاش كندير الغدا مع 6. المهم اختي غنطيبو في الدار صافي اختي. هنا جبت واحد الطريف ديال الكفته درت له العطريه ديالو عاد غادي نخلطو. صراحه خصني نشري ليكات لحقاش ما كنقدرش نبقى انا هكا نخلط داكشي بيدي، كندير هكا ميكا وكنجمع. خصني نشري ليكات باش نبقى هكا كنخلط وكنزيد عليها انا في العطريه كنزيد شويه ديال الزعتر كتعطينا سنه زوينه. اشنو غادي نطيب؟ خفان زربان غندير طويجين كفيته ومطيشه اختي هو اللي غيقبل عليا. سواء غادي نطيبو في الطاجين سواء غادي نطيبو في المقيله. المهم اختي مطيشه بالكفته هي اللي غادي نزرب عليها دابا كان احسن. وصافي هذا ما كان اختي نوجدو الغديوه ديالنا. ما بقى والو سي سيدي يجي باش يبقانا بعدا ديجا موجدين. واصلا حتى انا مثلا ما تغديتش يلاه بحال نتغدى معاه. البنات هنايا درت مطيشه درت بصيله مع الطوماط تشحروا. من بعد الطماطه انا كتعجبني تبقى هكا طريفات كنقطعها مربعات صغار وزدت صوص هكا ديك اولا ولا سوليس. صافي درت العطريه شويه ديال الزويته وهذا. دابا اختي غادي ندير الكفته حتى فريمون فيا الجوع. وهنايا رديت الماء يسخن باش ندير الرز. غادي ندير حتى شي شويه ديال الرز هكا شليضه ديال الرز غتجي زوينه. داك الرز اللي كنت كنبارطاجي معكم في رمضان هو اللي تشهيت دابا. هنايا حكيت شويه ديال الربيع. ايوا اختي مره وقاده الله يلعيد البنات. بالنسبه لهذا الرز بارطاجيته معكم في رمضان وغنعاودو لكم دابا حتى كيجي زوين. سورتو كانه الصيف ما كنقدروا لا نطيبوا لا ناكلوا لا والو. ها انت كديري شويه ديال الرز كلاصي الا كنتي اللي بغيتي على حسب نتوما شحال بيكم. من بعد كتخلطيه مع الزبيده. ها نتوما كتخلطيه مع الزبده هكا كتشحريه في الزبيده الا كنتي اللي بغيتي. كما قلت لكم بالنسبه للزبده هي على حسب الرز شحال كاين. خلطي هكا باش ما يلصقش ياكم. من بعد كديري عليه كنور ديال البقري. ها هو على حسب الكونتيتي حتى هو الا كان بزاف ديري جوج كان غير شويه ديري وحيده. كنور ديال البقري شويه ديال الخرقوم اولا الزعفران باش كيعطي اللون. عرفتو كيجي غزال البنات كيجي خطير. الا كان عندك شويه ديال الربيع ديري عليه. انا ربيع تسلالي درت له الختام في الكفته صافي عرفتو كيجي غزال ولذيذ. شوفوا البنات شنو دار هاد البقال. شوف هذيك مكتوبه فيها ويلكم بيبي غالي جدها لها في الارض. اش درتي؟ شوفوا طالع الدم. قول لهم راه ماما حيدت لي الشعيوه اختي بابا اختي. انا قلت ليه نقص ليه غير شي شويه قلت ليه نقص ليه غير شي شويه باش ما يبقاش يصهدوا. ناض با اختي هو والحلق تحموا فيه وما يحيدوا له مسكين قزروا ليا ولدي شوف الشعر كامل قزروا ليه. واش كيدير غليلو؟ شنو تديرها ماما غليلو حبيبه؟ شفتي قولي يلاه نخرج يلاه زيد زيد ايوا تسناني يلاه فاسي. اجي وريهم بعدا الحطه اجي وريهم بعدا الاوتفيت. ولا لا هاي هاي شوفوا التخنزيره قولي ولا يا اختي ال14 زيد فين غادي بابا راه كاين هنا بابا ماشي تما. بابا راه مازال ما جاش من الخدمه. شوفوا فين مشى جلس تما كيمشي يجلس ويبقى يتسنى بابا. هيش شنو بغيتي بابا؟ هاوي يجي بابا حبيبه تيتي بنات صافا كي بقيتو لاباس عليكم اموركم هانيه؟ عرفتوا انا بالحل داني بعيط لهاجر. شوف انا حالو احوال مسكينه هاجر هبلتها درت واحد اللون راه يلا يلا جات عندي. راه كنت بارطاجيت معكم في صافي بارطاجيت معكم في انستغرام درت واحد اللون داك الصفيفر عرفتوا كنت غنحمق عليه في الصفيفر. انا درتو صافي حيت منو شهوتي قلت لها اجي حيديه ليا. انا ازليه الله اكبر كبير ازليه لي كولور كيكونوا نيود كنرتاح فيهم دوك اللي تيكونوا فهمتوا. اما هكا غوص صفار احمر اورانج وداكشي ما كان يعني نقدر نديرهم ونحيدهم به فيه صافي. ايوا دابا اختي حنا عاوتاني كنقادو داك الشيء تعييت البنات. واليوم غادي يجيب لي السيد مولاي ساشيات باش نبدا نجمع لكم لي كوموند ديالكم ان شاء الله ونصيفطهم لكم. وصافي هذا ما كان سينون دابا نبارطاجي معكم اللي مازال كاين حيت البنات كيقولوا شنو اللي باقي كاين حتى نجمع لي كوموند ونصيفطهم عاد غادي نعرف شنو اللي مازال كاين البنات. دونك حتى نزيد نكونفيرمي مع البنات. بابا 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 اه بابا
شنو بغيتي؟ كيت مسكن عليك. بغيتي بابا؟ الحبيب ما كاينش بابا. كاينش بابا حبيبه ما كاينش. هادشي كنحس باغي يسير علي هاي طنطم لك راس داك الطوموبيل. سير سير دير عن ولدي سير سير دير عن بيبيب سير حبيبه دير عن في الساك دير دير في الساك عن هو يمشي السويك ويدير سير دير برافو يلا ديرها في السويك دير عن في الساك. شوفوا البنت البارح طاحت ليا ديك المرايه راه عرفتوا جاب الله ما طاحتليش على ولدي ولدي كيكون تما كيلعب عرفتوا دارت طق وهبطات هبطات تما وما تهرساتش الحمد لله اللي ما تهرساتش واحد السليك تحليها دابا عاد عاوتاني غادي نولي نصيبها ناري يا البنات واحد الحراره راه ما يمكنش كتعرفوا واحد الحراره ما يمكنش واحد لو خرجت ما درت لا كونسولي لا والو صافي شديت وخرجت درت لشعري درت ليه لحقاش عرفتو غادي يعرق سو درت ليه الجل ديال الالوفيرا جمعتو صافي ودرت كوتشوفال صافي اختي دابا غادي نخرج غنطلع عند ماما غادي نتغداو عندها شوفوا غليلو من كيبان ليلو ليلو سمعنا صوتك شويه ويلي ويلي هاد العوينه هذا هاد الكويده هذا عرفتو شحال هادي ما خرجت البنات ولا شحال هادي ما خرجت هكا شي كافي ولا ما عرفت نقدر لحد الا ما كان والو نقدر نخرج المهم دابا نشوف دابا تشغلت وحتى في اليوتيوب ما بقيتش كنحط لكم لحقاش ترونت داكشي راكم عارفين باش انك تبدا داكشي بروجي ديال بيع وشراء خاصو شويه ديال وفي الاشياء غيجيب لي السيد لي صار دابا نوريهم لكم دابا نبارطاجيهم معكم هذا علاش غنديه معايا ايوا صافي الكبيدات نطلع اختي نتغداو ماما التليفون كنصور به وكنقلب على التليفون الكبيدات شوفوا ماما شنو جدات هما تغداو لحقاش انا تعطلت عليهم شوفوا الحليمه بالبرقوق يا اختصاي والويزات هذه تكتوكه كنحماق عليها هذه اللي ما كانتش في الطبله في رمضان ما تناكلش هذه خصني ضروريه وكويس ديال العصير والباكيت اختي المهم سمعيت ماما انا صايمه بدايه انا حقي صايمه ان شاء الله الا كتب الله اختي حتى انا نتايا حقي ان شاء الله انت بلديد انا ندق اختي ونقول لكم واحد ثلاثة رجع عندي بنات دابا جيت للدار ياكم ما حد ولدي ناعس غادي نفاليدي لي كوموند غادي نتواصل مع البنات لي كوموندا نفاليدي معاهم لا كوموند ديالهم فهمتوا عرفتوا البنات على حرارة راه مايمكنش غنفاليدي مع البنات لي كوموند ديالهم باش كل وحده نجمع لها لا كوموند ديالها ونقدر غدا ان شاء الله نمشي نليفري لهم هذا نصيفطهم ليهم هذا ما كان شوفوا بالنسبه لهادو هادو ماشيين صافي والبنات هادو ماشيين هادو يلا غادي نشوف البنات اللي حاجه كاين البنات اللي باغيين من هذا الشيء يلا غادي نشوف البنات شنو اللي غادي ياخذوا شنو اللي لا هذه عجبتني هذه ما عجبتنيش راكم عارفين البنات هادو فرقتهم البارح هادو ماشيين وهادو يلاه اليوم يلاه هادو البارح تليفراو يعني البارح كومونداوهم وهادو يلاه اليوم دونك يلاه غادي نكونفيرمي عاوتاني مع صحاباتهم مع مالين هادو اللي بقاو هذا ما كان الكبيدات عرفتو فريمون عييت الكبيدات دابا اختي يلاه مشيت جبت السويكات المهم درت لكم سويكات كبار في صغار صافي كاين هنا السيكان الصغيرين وكاين السيكان الكبار على وديت البنات اللي كياخذوها كاين كوموند فيها جوج الحاجات داكشي علاش المهم ها نتوما بالنسبه للوغو هذا هو اللي اختاريت هذا هو اللي درت جاي سامبل ما درت لا نمره التليفون لا والو ديجا راه غير السميه راها باينه بوتيك صافا بيوتي راه لي طابا غادي يطلع ليه كاع لي زانفورماسيون ايوا صافي هذا ما كان اختي دابا غنبدا نجمع لكم لي كوموند ديالكم كل حاجه نديرها في الساشيه ديالها البنات اللي واخدين جوج الى اخره نقاد لكم البلانات ديالكم عرفتوا عييت البنات تبارك الله لي كوموند شوف هادو هادي هادي تبارك الله راه خدات 3 هادوك دونك هاد البنيته خدات 3 جو بونس كو غندير لها هكا شي كادو غنديرو لها فوسط الساشي شوفوا اللي بقى هادي حتى هي تبعت يلاه دابا هاد الخضره دونك بقى ديك الاورانج ديك الاورانج راه كانت مبيوعه غير ما عرفتش لمن مع الوامر بزاف وما عرفتش هذيك الاورانج كانت مبيوعه شنو اللي بقى بقات هذيك الخضره وبقاو هاد الجويجات
فوالا هادو هما اللي بقاو. هادي حتى هي راها مطلوبه كنظن كنظن حيت البنت مازال ما كونفيرماتش معايا. صافي هادو هما اللي بقاو. ايوا ها نغدا معاهم اختي دقه دقه. شوفوا على حاله داير لحقاش بابا دخل التواليت. شوف اجي اجي غالي دخلي توضى باش يصلي. شوف مالك شوفوا على حاله العار اللي ما شوفوش. شوفوا الدموع النفسايل والحاله. علاش كتبكي ماما؟ علاش ماما كتبكي؟ هنشوف شوف غالي شوف شوف على حاله. شوف دابا غنضرب له غسله لهاد الوجه واليدين. البنات انا يا اختي غادي الناس تهديت عييت بزاف مابقيتش قادره نبقى فايقه. شوفوا داك فار الطحين باقي فايق ما بغاش اختي نعش حضر الرضاعه وناض هرب ليا. انا اختي صافي عييت غادي الناس في حالاتي وان شاء الله نشوفكم في فيديو جاي. كنبغيكم بزاف بزاف.